أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ أرسل في مجموعة من الأسئلة ولم يذكر السائل من اليمن من إب رمز لاسمه بخاء عين ميم، يقول إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول ما حكم الصلاة في مسجد دخل في بنائه أموال مأخوذة من أناس بغير طيبة أنفسهم، وما هو الحل لهذه المشكلة؟ مأجورين. لا يجوز بناء المساجد للحرام للمال الحرام، ولا يجوز استخدام المال الحرام للمسلمين لا أكلا ولا شربا ولا لباسا ولا مساكن، ومن باب أولى المساجد التي هي بيوت الله، إن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، والمال المغصوب حرام، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإذا بني مسجد من المال المغصوب فإنه لا تجوز الصلاة فيه، ولكن الحل في ذلك في نظري أن ينظر المال المغصوب فيرد على صاحبه بقدره ويصلى في المسجد بعد ذلك. نعم.